مرحبا بنا عندك ومرحبا بك عندنا في برنامج جوابك ذهب. عزك الله. ممكن تعرفوا عليك شي شوية؟ أنا عز الدين محمد عز الدين. نعم، شكون اللي سماك هالتسمية؟ الوالدين. أنت كنتي خدام؟ أه. فاش؟ ريستورون. وكي داير الحركة مزيان؟ باش كتعيش دابا؟ داكشي باش ما عاد الله، بحال البارح ما فطرتش، ما تغديتش، ما تعشيتش. مزوج؟ مش متزوج. عايش بوحدك هنا؟ بوحدي، صحيح. أنت محتاج للحنان ديال الأم؟ محتاج ليها. شنو هي المعاناة اللي دوزتي في حياتك؟ دوزت الفقر والقهر، دوزته. كيفاش كان يعيش الوالد ديالك وكتعيش الوالدة ديالك؟ مات الوالد وخدمات مسكينة. فاش خدمات؟ حسب المواسم، كان المشماش كان الزيتون. كانت مسكينة كتخدم على حساب المواسم وصرفات عليا وخدمات. أمر لله. دابا الله يرحمها. الله يرحمها. شنو كانت كتقول لك؟ قالت لي عيش درويش، ما تظلمش، ما تشفارش. حسيتي بأنك فقدتي واحد السند اللي كان كبير لك؟ كانت تصبر ليا، تعطيني ناكل، بيقول لك الرحمة. لا 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 لا. الله يصبرك أخويا عز الدين. عزك الله. والله يرحمها. فضل يا ربي والرحمة للناس أجمعين. نعم، ما كتفكرش في المستقبل؟ المستقبل بالنسبة لي ملعون، فاري تتغميني، ما كلفش عليك، ما راضيش على هذا الواقع. عندك مصاريف كثيرة دابا في البيت، يعني عندك الضوء، عندك الماء. قلت لك عدة حاجيات. هي بزاف الحوايج. مثلا الماء والضوء، ما تاكل، ما تلبس، بيزنش الحمام، عدة حاجيات. انت اللي كتخلص الكرة؟ انا وهاد المرض يخلص العائلة. يعني عندك مشكل في الكرة؟ شكرا بزاف سي عز الدين لانك فتحتي لينا قلبك وفتحتي لينا دارك. ان شاء الله ما غاديش تبقى هاد المعاناة ديال الكرة، وما غتبقاش مشطون، وما غاديش تخاف على راسك، لاننا غادي نملكوك الدار ديالك. الله يزين ملقاك مع الله. الله يزين ملقاك مع الله. عزك الله. مبروك يا عزيزي. عزك الله. عزك الله. كمل بخير. عزك الله. مرت سنين.